اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج نظره عامه على الكتاب المقدس النهارده هنتكلم عن صمويل صمويل شخصيه محوريه في كلمه الله لانه بي هو العلامه الفارقه بين عصر القضاه وعصر الملوك عصر القضاء بكل المراره اللي كانت موجوده فيه بكل العناد والشر اللي كان موجود في الشعب الى عصر الملوك واللي عمل النقله دي اللي ساعد على النقله دي هي شخصيه صمويل النبي صمويل حياته مركزه في الاصحاحات التسعه الاولى بعض الاعمال الصغيره بتذكر ليه بعد كده في الاصحاحات العشره والحداشر 11 وال يعني بعد كده في الاصحاحات الخمسه اللي بعد كده لكن التركيز هو على اول تسع اصحاحات معنى صمويل يعني اسم الله يعني صمويل اسم الله وهو الشخص اللي قدر يسمع صوت الله بعد فترة طويلة يقول الكتاب كانت الكلمة الله عزيزة ربنا ما كانش بيتكلم لفترة طويلة لكن جت رسالة الله ودعوة الله لصمويل في الوقت ده صمويل شخصية أولا هو القاضي الأخير في مجموعة القضاة شعب إسرائيل هو آخر القضاة لكن أيضا هو الشخص اللي واجه مواقف عديدة صعبة يعني, من يعني أولا من الشخصيات اللي أنا بقف قصادها وبدعو كل قائد كل راعي كل شخص مسؤول عن رعية يقف الوقفة دي بتاعت صمويل وخاصة في صمويل الأول 12 لما بيشهد الشعب عليه صمويل 12 هو الخطاب الوداعي يعني هو بيودع الشعب كمسؤول عن الشعب بعد أن اختار الملك طبعا هو بعد كده بنتقابل معاه وهو بيوبخ شاول مرتين في صح 13 وصح 15 لكن صح 12 هو بيبرئ بيبرئ نفسه بيبرئ نفسه من اي مسؤوليه مرتبطه بالشعب فبيقولهم الاربع كلمات دي انه بيشهد نفسه يعني وبيشهد الشعب انه ما اخذ شيئا من احد وانه ما اساء الى احد وانه ما ظلم احد وانه ما ارتشى الصفات دي دي كانت الصفات الغالبة على الشعب في ذلك الوقت صمويل هنا بيظهر كشخصية تبدو مثالية وخلوا بالكم لما قال الكلام ده الشعب ردد وراء الأربع عبارات إنك أنت لم تأخذ من أحد شيء أنك لم تسيء لأحد أنك لم تظلم أحد أنك لم ترتشي أنا بعتبر ده شخص اللي بيقدم حسابه الختامي وصاد ناس عاش وسطيهم سنين طويله وفي النهايه عايز ياكد لو في شاهد لو في حد عايز يتقدم الصفوف ويشهد ضد الشهاده دي ويفضح صمويل ويقول له لا انت ارتشيت انت اخذت ما لا يحق لك انت ظلمت انت ما كنتش عادل انا بعتقد انا شخصيا بشوف ده قصاد خطاب بولس الرسول الوداعي لكنيسة أفسس في أعمال عشرين يعني فقد وقف قصاد شعب كامل قال لهم أني أشهد لو فيكم حد ينكر أن أنا عملت كذا وكذا وكذا ودي بتبقى فرصة حساب حقيقية وفي نفس الوقت فرصة تبرئة حقيقية أن أنا قصاد هذا الشعب في خدمتي ليه في طاعتي ربنا فيه أن أنا عملت الأمور دي أنا عايز نلخص الأول حياة صمويل في إصحاحات. زي ما عايزين نتعود وزي ما قرينا الآباء في إصحاحات عايزين نقرا صمويل والملوك في إصحاحات. حياة صموئيل في إصحاحات اول حاجه اللي الاول ميلاده وطبعا قصه ميلاده قصه ادعوكم انكم تقروا الاصحاح الاول بالكامل وتعرفوا كيف جاء صموئيل وليه نظرته امه لخدمه الرب الاصحاح الثاني مع عالي الكاهن بن قسين والقاضي علي ده كان كاهن وقاضي زي ما صمويل كان نبي وقاضي خلوا بالكم ميلاده كان في قرية اسمها الرامة لكن إقامته مع علي كانت في شيلو الكلام ده هنشوفه على الخريطة بعد شوية تنقلاته كان شكلها إيه حكمه كان شكله إيه الإصحاح الثالث دعوة الله له وهي دعوة ثلاثية يعني ثلاث مرات الله بيدعوه الإصحاح الرابع في الإصحاح الرابع بيسرق بيؤخذ تابوت العهد ويظل سنين مش موجود في, في مع شعب بني اسرائيل فهنا بيؤخذ تابوت العهد وأيضا معاه موت عالي وبقت من اللحظه دي مسؤوليته هو مسؤوليته التابوت ومسؤوليته الشعب. والتابوت بيلف لفه كبيره بيروح ثلاث مدن من مدن الفلسطينيين. يبقى هنا اصحاح الخامس التابوت في فلسطين. بيروح ثلاث مدن بيروح اجدود وعقرون وجت او بيروح بالترتيب اجدود وجت وعقرون وكل الحاجات دي هنشوفها على الخريطه بعد كده الاصحاح السادس رد التابوت ولما بيترد التابوت بيروح الى يعاريم وهنعرف فين مكان يعاريم القريه دي قعد التابوت فيها عشرين سنه ظل التابوت في عريم دي عشرين سنة دي من الأشياء برضك اللي بتخلينا نقدر نقرأ حياة صمويل في سنوات قضى للشعب قد إيه هل الحاجات دي برضك هنقراها إن شاء الله مع بعض صح السابع هنا وصف بقى لخدمة وصف لخدمة صموئيل وصف تفصيلي مش انه هنا ابتدى يخدم لا ده وصف لكل خدمته من بداية خدمته إلى نهاية حياته كيف كان يقضي للشعب وأين كان يقضي للشعب أربع أماكن كان يقضي فيهم صمويل الشعب كان بيجي له من كل مكان عشان يقضي ليهم الإصحاح الثامن الشعب يطلب ملك في الإصحاح التاسع صمويل يبحث عن شاول والاصحاح العاشر صموئيل يمسح شاول هم دول اهم عشر اصحاحات انا هكمل بعد كده باقي يعني هنا دي اول عشر اصحاحات وبعد كده عندي خمس اصحاحات اخيره بقى عندي خمس اصحاحات اول حاجه اصحاح 12 صموئيل يودع الشعب ده واحد من ضمن الإصحاحات الذي لا ينازعه فيه أحد لا يشاركه فيه أحد يعني معظم الإصحاحات لإما والدته موجودة لإما علي موجود لإما شاول موجود لكن هنا صمويل هو اللي واخد كل الإصحاح في خطاب وداعي من ضمنها الأربع أشياء اللي هو أشهد الشعب عليه وبعد كده عندي صمويل 13 وصمويل 15 هنا صمويل يوبخ شاول وصمويل يوبخ شاول ثانية هما دول المرتين المرة الأولى لأنه استعجل بعد الحرب أنه يقدم ذبيحة ده مش دوره كان لازم ينتظر صمويل وصمويل قبل الحرب قاله كده فاستعجل المرة الثانية انه لم يحرم كل الاغنام يعني استبقى بعض الغنم يعني دول المرتين اللي حصل فيهم بعد كده اصحاح 16 صمويل يمسح داود ملك لما نزل الى بيت لحم ومسح داوود هناك واخر حاجه بقى بالنسبه لنا صمويل 25 موت صمويل فاحنا عندنا عشر اصحاحات بنكتملهم بالخمسه دول فهم 15 اصحاح بيلخصوا لي حياه صمويل فانت لو عايز تقرا حياه صمويل هم دول 15 اصحاح ما عندكش كتير تاني تبحث عنه لكن زي ما تعودنا التاريخ او القصه لوحدها لا تكتمل الا بالخريطه احنا بقى الشخص الـ في الـ في الامر هنا كويس نعرف ان انا عندي هنا اشدود وعندي هنا جت جت وعندي هنا عقرون بعد كده عندي هنا المصفاه وعندي هنا شيلو وعندي هنا الرامة وعندي هنا بيت إيل وعندي هنا قرية عاريم تقريبا هي دي الأماكن المهمة يعني اللي أنا حطيتهم هم دول شيلوه هنا خل... هي دي الأماكن وهقول لكم إيه اللي حصل فيها هو اتولد في الرامة هو اتولد في الرامة لكن هو عاش معظم طفولته سنواته الأولى كلها مع عالي في شيلوه إلى أن مات عالي لما مات عالي هو ساب شيلوه وراح بيته مرة تانية وصار بيته هو الرامة زي بيت والده ووالدته لكن طول حياة عالي هو كان يعيش في شيلوه فهنا عندنا شيلوه هو يعني موطن النشأة الأولى بتاعته إلى أن استلم المسؤولية كاملة بعد موت عالي في الإصحاح الرابع من بعد كده صار بيته هو بيت والده اللي هو الرامة البيت اللي هو اتولد فيه فبقت نقطة التمركز بتاعته الرامة يروح يقضي للشعب في أكثر من مكان لكن لازم يرجع تاني إلى بيته وده الوصف اللي أنا هقراه لكم دلوقتي فإحنا عندنا الأماكن اللي كان بي, 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 بي بيحكم فيها الجلجال وبيت إيل والمصفاه ونضيف ليهم الرامه كان بيقضي في رامه وهم دول الاربع اماكن انا ليه جبت بقى اشدود وأشقالون وكده لان ده المكان اللي اتسرق فيه اللي اتاخد فيه تابوت العهد ولم يردوا الى صموئيل بعد كده فالتابوت اتاخد الدوره دي أخذ من اشدود الى جت الى عقرون طبعا اتاخد من شيلو التابوت كان في شيلو فاتاخد الى شيلو الى اشدود وبعد كده راح الى جت وذهب الى عقرون، ومن بعد عقرون الشعب استرده ووضعه في قريه عريم لمده عشرين سنه. لكن دي الاربع اماكن اللي قضى فيها عشان كده عشان لو عايزين نقرب من الشخصيه دي، عايزين نعرف عاش ازاي مراحل حياته سكن فين؟ بنعرف ان الشيلوه مكان قضى فيه وقت مش قليل، لكن الراما هو المكان اللي قضى فيه الوقت الاكبر. وكان يقضي في أماكن أخرى كثيرة أنا هقرأ معاكم بعض الأجزاء من الكتاب اللي مرتبطة بحياة صمويل واللي هتعرفنا بعض الأشياء عنه أنا هبتدي من الآخر في الإصحاح السابع لأنه في الإصحاح الثامن هيبتدوا يطلبوا ملك يملك عليهم وبالتالي شخص بديل لصمويل يقول الكتاب في عدد 15 من الإصحاح السابع صمويل الأول وقضى صمويل لإسرائيل كل أيام حياته كان يذهب من سنة إلى سنة ويدور فين بقى في بيت إيل والجلجال والمصفاة الثلاث أماكن اللي لكم عليهم ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع وكان رجوعه إلى الرامة لأن بيته هناك وهناك قضى لإسرائيل وبنى هناك مسبحا للرب هي دي الأربع أماكن اللي كانت خدمة صمويل مركزة فيهم لما نرجع لعالي عشان ما ننسهوش خالص في الإصحاح الرابع في الإصحاح الرابع بيكلمني بيكلمنا عن كيف مات عالي وهقول لكم ليه أنا رحت لعالي فقال الرجل لعالي انا جئت من الصف انا هربت اليوم من الصف فقال كيف كان الامر يا ابني فاجاب المخبر وقال هرب اسرائيل امام الفلسطينيين وكانت ايضا كسره عظيمه في الشعب ومات ايضا ابناك حفني وفنحاس واخذ تابوت الله شوفوا الكتاب بيذكر إيه بقى وكان لما ذكر وكان لما ذكر تبوت الله أنه سقط عن الكرسي إلى الوراء زي شايفين رجع الوراء من الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات لأنه كان رجلا شيخا وثقيلا يعني وزنه ثقيل وكان قد قضى لإسرائيل أربعين سنة وغالبا صمويل مدته كده قريبة من كده في ناس بتقول 30 هو اتولد ألف يعني ااا آآ يعني بيتقال انه تقريبا برضك 40 سنة صمويل فهنا اولا هنا بيبين بيأكد ان علي الكان كان قاضي كان قضى لإسرائيل 40 سنة لكن ايضا بياكد الاصحاح السابع اين كان مش بس انه صامويل كان قاضي لكن اين كان يقضي صامويل؟ انا عايز اسيب معاكم حاجه قبل ما اختم. انا عايزكم تتتبعوا رحله تابوت العهد. تابوت العهد ده اللي كان فيه الوصايا. تابوت العهد ده اللي كان بيرمز لحضور الله. كان بيرمز لحضور الله. وبالتالي كان أهم حاجة في خيمة الاجتماع مش المرحضة مش يعني أهم شيء كان تابوت العهد في تابوت العهد إيه اللي كان موجود إزاي نتتبعها تتبعوها كالآتي أنا هينزل قصادكم على الشاشة الشواهد بس صمويل الأول ثلاثة ثلاثة أنا هقولهم بسرعة شديدة صمويل الأول أربعة بالكامل صمويل الأول خمسة من واحد إلى سبعة صمويل الأول خمسة من ثمانية إلى تسعة صمويل الأول خمسة من عشرة اتناشر واضح قوي صمويل الأول خمسة دول على ثلاث مراحل اللي هم أشدود وجدت وعقرون صمويل الأول ستة من عشرة إلى خمستاشر صمويل الأول ستة من تسعتاشر إلى واحد وعشرين صمويل الأول سبعة من واحد إلى اتنين التمن تحركات لتابوت العهد دي في كلها في نطاق حياة صمويل قبل ما ندخل على شاول صمويل أول 14 18 ده شاول هو الملك وبندخل بقى كده على طول شاول أخذ مرة واحدة تابوت العهد يذكر في في حياته لكن بعد كده باقي المرات بقى ست مرات بيذكر في حياة داوود صمويل الثاني ستة اثنين إلى خمسة صمويل الثاني ستة ستة إلى سبعة صمويل الثاني صح ستة عشرة إلى 11 صمويل الثاني ستة 12 إلى سبعة ولما تلاقوا صمويل الثاني ستة بيذكر تابوت العهد أربع مرات ده معناه إن إحنا محتاجين نتتبعه ثم انتم أنتوا عارفين المرة اللي رأس فيها من شدة الفرح داود أمام تابوت العهد عشان تعرفوا قيمة تابوت العهد حتى عند الملك بينسى نفسه صمويل الثاني 15 24 الى 25، صمويل الثاني 15 29 هو ده ذكر تابوت العهد مركز العباده، اساس العباده، قلب العباده بالنسبه لهذا الشعب وبالتالي بنشوف قد ايه التابوت اهميته وذكره في الامر ده، انا هرجع بقى لحياه صمويل نفسها. اخر حوار لصمويل مسجل في كلمه الله هو الحوار المسجل في صمويل الاول 15 المره الثانيه اللي وبخ فيها شاول وانا عايز تعرفوا ازاي صمويل اتكلم مع شاول وازاي ربنا عايز يقول ايه فقال صمويل لشاول هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح شايفين الصوت ربنا بالعباده بالترنيم بالعشور يعني بالصوم هل مسرة الرب المحرقات والذبائح كما يعني مسرته كما باستماع صوت الرب؟ أنت هتقارن ده بده لما بنسمع لصوت ربنا لما بنطيع ربنا لما بنسمع كلامه مفيش مقارنة هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك وبيترفض الناس النهاردة مش لأنهم مش بيتعبدوا ربنا لا هم بيتعبدوا ربنا هم بيروحوا ربنا لكن مش بيسمعوا لربنا كلمة ربنا النهاردة ليا وليكم اللي ربنا منتظره مننا اللي ربنا مشتاقه مننا اللي ربنا متوقعه مننا ان احنا نعيش اللي هو لنا ربنا بيتكلم لينا ربنا بيتكلم لينا ما ينفعش هو بيتكلم لينا ما نسمعش كلامه احتقار انت مش مجرد مش انت بترفضه انت ربنا بيتكلم ليك انت متخيل انا مش متخيل انت ربنا بيتكلم ليك ربنا بنفسه مش ملك مش مدير مش اب ارضي ربنا بيتكلم ليك وربنا بيقولك اسمع لصوتي فغير متوقع لناس بتروح كنايس ناس عايزه تقدم عباده تقدر تفصل العباده دي عن انها بتسمع صوت ربنا ليها بتميز صوت ربنا ليها بتشتاق انها تخضع ليه انها تعيش عشانه عشان كده ده دستورنا احنا حياتنا مرتبطه بكلمته لينا احنا مش هنقدر نكون مستورين مطمنين امنين الا لو احنا بنعيش بحسب المعلن لينا ابتدي اسمع لصوت ربنا عشان تطيعه مش مجرد عشان تعرف هو بيقول ايه لا عشان تعيش اللي هو بيقوله لك واصلي هذا ليا وكل شخص بيشاهدني النهارده. يا رب خلينا نسمع لصوتك. واحنا عارفين قد انت عايزنا نعيش ليك. شوقنا لكلمتك وخلينا نقدر نعيشها طول ايام حياتنا. والى اللقاء في حلقات قادمه.